60 مؤسسة جزائرية شاركت في الطبعة الأولى لصالون التجارة والخدمات الإلكترونية، هذه الأخيرة التي انتعشت في الجزائر نتيجة انتشار جائحة كورونا. هناك المزيد من المجهودات التي نحن بصدد القيام بها، على سبيل المثال التعديل المرتقب لقانون النقد والصرف لتمكينه من أنه يتماشى مع متطلبات الاقتصاد حاليا، قانون التجارة الإلكترونية لكنه الفضل أنه أدرج التجارة الإلكترونية لأول مرة في التشريع الجزائري في 2018، إلا أنه اليوم علينا بمراجعته لكي يتأقلم أكثر مع الواقع ومع الاقتصاد. توحيد الجهات الناشطة في التجارة والخدمات الإلكترونية من بين أهداف هذه الطبعة التي أطلقت في نسختها الأولى، حيث ستساعد التاجر الكلاسيكي بالانتقال من التجارة التقليدية إلى الرقمية. كما يطمح الصالون إلى مرافقة الفاعلين الاقتصاديين المنضوين في الأسواق التقليدية لتفعيل تحولاتهم الرقمية، وبالتالي تنويع قنواتهم التجارية من خلال الالتقاء بشركاء موثوق بهم بغية دعمهم في هذا الخطوة الحاسمة. ولتقريب هذه التجارة أكثر من المواطن، أصدر المركز الوطني للسجل التجاري دليل شرح فيه إجراءات ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية للعمل بشكل قانوني. إحصائيات يعني برغم من حداثة إنشاء هذا الرمز تاع التجارة الإلكترونية، عندنا حوالي 2500 مسجل عبر في المركز الوطني للسجل التجاري ممارسة هذا النشاط. يعني المركز الوطني للسجل وضع أول دليل متعلق بإجراءات القيد في سجل تجاري للحصول على نشاط تجارة إلكترونية، يعني فيه الإجراءات المبسطة والتسهيلات اللي وضعها المركز، وكذلك الملف والوثائق الوثائق اللي من خلالها يقدر يتحصل المورد الإلكتروني أو المتعامل الاقتصادي يعني أو شخص معني ولا طبيعي على سجل تجاري لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية. يعني أهمية هذا الصالون والخدمات الإلكترونية يعكسه التوافد الكبير للزوار خلال اليوم الأول من الافتتاح، حيث ستكون لهم الفرصة للاحتكاك مع قادة المشاريع.